مارسيليا الدور الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 18 وين شنا ميرت اليوم، وين رغم أن كانت مارسيليا هي اللي كانت مسيطرة في المباراة، شنا هدف واحد في الشوط الأول، شنا هدف في الشوط الأول عن طريق أومبا المسجل الهدف في الدقيقة 40، شنا كيفاش حبيب وين ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 62 من الشوط الثاني، الضربة القاضية ضد مارسيليا وين ضيع ضربة جزاء. يعني نقولوا بلي اليوم مباراة شنا كيفاش مارسي كيفاش كانت اولمبيك مارسيليا وين كان مسيطر 60% 65% استحواذ، شنا كيفاش نقولوا بلي كانت المباراة خاصة في التمريرات 356 تمريرة بالنسبة لمارسي، شنا 180 بالنسبة لميرت، شنا 40% استحواذ لميرت. يعني كانت المباراة وين مارسي وين اضاعوا كثير من الاهداف، شنا كيفاش نقولوا بلي كانت كنا نهضروا على التشكيله، ميرت وين دخلت بخطه بدون خوف امام مارسي وين دخلت بخطه 4-3-3، شنا التشكيله تاع مارسيليا وين اندريا المدرب تاع مارسي وين دخل بخطه 3-3-4-3-5-2. يعني كانت المباراة وشنا الإسكندر أوكسدا الحارس تاع ميت الذي أنقذ المرمى تاعو من عدة أهداف، نقولوا من عدة أهداف، وين فابيان شنا كيفاش فابيان شنا سونازو يعني جون شنا ماثيو شنا حبيب المضيع ضربة جزاء مامادو شنا فيكتوريان يعني كيفاش حبيب ديالو شنا كيفاش أوبال المسجل الهدف ماري يعني كانت مارافان المهاجم اللي دخل في الدقيقة 58. يعني كانت المباراة نقولوا بلي خاصة وين مارسي نقولوا أولمبيك مارسيليا وين أضاع الكثير من الأهداف، والله على بالك ستيفان شنا ستيفا الحارس تاع أولمبيك مارسي شنا كيفاش سكاي شنا أبو بكر كامارا ألفارو شنا جوردان شنا ماتين شنا كيفان شنا مورغا ساسونو شنا كيفاش درايو شنا كيفاش ديميتري يعني يوهان نيماني يعني كانت اللي دخلوا هذو يوهان وليماني اللي دخلوا في الشوط الثاني شنا كيفاش ماكسيم لوبيز مارك شنا كيفاش مارك اكي شنا كيفاش يعني فابري جيرمان يعني دوي يعني كانت المباراة وين كانت نقولوا بلي كانت مسيطرة فيها مارسي في الشوط الأول، الشوط الثاني لكن شنا هدف واحد برك في وين شنا كيفاش ما ننساوش وين مات في الشوط الثاني، عطى الأفضلية لمارسي بالرجوع لوراء شنا كيفاش لعبوا حتى آخر دقيقة. هذه هي شنا أهداف شنا متعة شنا ميرت أولمبيك مارسي الدور الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 18 صحيتو.